ترى ايه اللي هيحصل لو انت رأيتي نفسك حامل في المنام او رؤية الحمل في المنام؟ في البداية اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديوهات بتاعت التفسير السابقة اللي نزلتها لكم. معاكم عبد الله السيد يا احبابي، ودي قناتكم قناة تفسير الاحلام مع عبد الله السيد. في فيديو النهاردة بإذن الله انا هكلمكم على تفسير رؤية جماعة مهمة جدا اتبعتت لي كتير، وهي رؤية الحمل في المنام. في بعض الفتيات او بعض السيدات بيحلموا ان هم حامل، سواء سيدة متزوجة او فتاة عزباء، والفتاة العزباء لما تشوف نفسها حامل الحلم ده بيبقى غريب بالنسبة لها شوية. فالنهاردة بإذن الله أنا هكلمك على ثلاث أمور هيحصلوا، أو هكلمك على ثلاث أمور هيحصلوا لك لو أنت رأيت الحمل أو رأيت نفسك حامل في المنام. بس قبل ما أبدأ في ذكر التفسير بالتفصيل، أتمنى لو أنت جديد في القناة تشترك في القناة، ولو أنت معايا قريب في القناة اضغط على زر اللايك ودعي لي في التعليقات كده بالتوفيق. ويلا بينا يا أحبابي نسمي الله ونبدأ في ذكر التفسير. أول أمر هيحصل لك أو هيحصل لك لو أنت رأيتي الحمل في المنام هو هم، ودي يا جماعة للفتاة العزباء. لو الفتاة العزباء حلمت ان هي حامل، فالمنام ده بيدل على ان هي هيجي لها هم، او هتكون مهمومة، او هيجي لها غم في حياتها، في مشكلة، او هتبقى مهمومة، او في حاجة هتجيب لها هم. دي لو العزباء يا جماعة حلمت ان هي حامل. اما السيدة المتزوجة لو حلمت ان هي حامل فده معناه فرج وتيسير، يعني هيجي لها فرج وتيسير، حياتها هتتيسر وهيجي لها فرج في حياتها. يعني لو كانت في أزمة أو كانت في مشكلة أو كانت في أزمة ما، فهذا المنام يدل على إن هيجي لها فرق في حياتها أو هيجي لها تيسير في أمورها. أما ثالث أمر يا جماعة، لو حد شافه في المنام أو الحملة في المنام، لو حد شافه هيجي له إيه؟ هيجي له يا جماعة تيسير وانقلاب في حاله، يعني حاله هينقلب. فلو هو شخص فقير حاله هيبقى غني، لو هو شخص ضعيف حاله هيبقى قوي، لو هو شخص في حال ضيق وضيق في المال حياته هتتقلب، فهيلاقي نفسه غني وهيلاقي نفسه معاه فلوس. وهو رؤية السيدة سواء كانت عزباء أو متزوجة إن هي حامل، بس بطنها كبيرة قوي وعلى وشك الولادة، رؤية السيدة بطنها كبيرة قوي، أو حتى لو عزباء وبطنها كبيرة قوي وقربت على الولادة، فالمنام ده بيدل على انقلاب حالها من حالة حزن أو حالة فقر إلى حالة غنى وفرح. المنام ده يا جماعة مبشر جدا جدا جدا، لو حد شافه يتبشر فوق ما يتخيل، لأن المنام ده يا جماعة بيدل بإذن الله بشكل كبير على التيسير وانقلاب الحال. يعني إيه انقلاب الحال؟ زي ما قلت لك يعني حالك هيتبدل للأحسن 180 درجة. فلو أنت شخص ضعيف حالك هيبقى قوي، لو أنت شخص فقير حالك هيبقى غني. فالمنام ده يا جماعة مبشر جدا. فبكده يكون الفيديو خلص، وبكده يكون التفسير خلص. اتمنى من كل قلبي لو التفسير عجبكم تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا في القناه، ما تبخلوش يا جماعه القناه دي بلايك، اللايك مهم جدا. ولو كان عندك تفسير او عندك تفسير يعني او عندك قصد حلم غير الاحلام اللي انا ذكرتها او غير التفسير اللي انا ذكرته، اكتبي لي في التعليقات وان شاء الله ارد عليكي. وبس كده يكون الفيديو خلص، اتمنى تكونوا استفدتوا منه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.